ليش تضرب قنابل صوبي؟ ليش؟ يرجع يرجع يرجع. ليش يرجع؟ ليش يرجع؟ ارحل ارحل يا ارطل، ارحل ارحل يا ارطل. عينك فيا ضربي يا دايم، ضربي يا دايم، ضربي يا دايم. قالوها شو اللي بتعمل؟ يا الخورة لا تضربني خورة، انت انت خورة، انت خورة، لا ضربت هيك، انت خورة. احنا ما نطلع على ارضنا، شو بدك اياه؟ حرامية ما راح تعيشوا بامن ولا امان ولا سلم ولا سلام في هذا الارض. بين دجن عربية، فلسطين عربية، وانتو مجموعة حرامية. هاي الارض عربية واسرائيل حرامية، واسرائيل حرامية. ما دام هناك احتلال، ما دام هناك في مقاومة، لن نتعايش مع الاستيطان ولن نقبل بأي حل سياسي إذا كان ما فيش فيه إخلاء أرضنا من جيش الاحتلال ومن المستوطنين. ما جرى في القاهرة نحن ننظر فقط من زاوية أن لنا حق في المقاومة. هذا المقاومة مقاومة شعبية ممكن أن تتطور بكل الأشكال. نحن هنا على الأرض في بيت دجن وفي كفر قدوم وفي كل أماكن نرسل رسالة لقيادتنا أنه لا طريق للتحرر والاستقلال إلا من خلال المقاومة. رسالتنا نحن صامدين، كل أسبوع رح نيجي هنا ورح نواصل مستمرون. هذه رسالتنا، سنستمر في المقاومة إلى أن يرحلوا. هذا كوك المستوطن الحقير الموجود هنا يجب ان يرحل عن اراضي بيت دجن. هذا المحتل طيب ليش بتيجي هان؟ انا وانا وانا وانا